أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العلي العظيم. سمعتم مراراً وتكراراً وقرأتم كثيراً عن ثواب الماشي إلى زيارة الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه. أن من مشى إلى زيارته صلوات الله عليه كتب الله تعالى له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. في حديث شريف أنه كتب له بكل خطوة حجه، وكلما رفع قدما عمره. في خبر بشير الدهان عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام كتب له بكل خطوة حجه وعمره، مبرورات متقبلات، وغزوة مع نبي مرسل أو إمام عدل. اللهم صل على محمد. وهناك أخبار شريفة، أحاديث شريفة أعجب مما ذكرت، لعل كثيرا من العقول، لا أقول لعل بل بالفعل كثير من العقول لا تتحمل ما ذكرته، فناهيك عن تلك. هذه بالنسبة إلى كل خطوة واحدة هذا الثواب العظيم. سؤال:
في زيارة الأربعين في هذه الأيام تقريبا العشرين في هذه السنة، كم هو مجموع الخطوات التي خطاها الزوار في طريق زيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ كم هو مجموع هذه الخطوات؟ كم تتوقع أن تكون؟ انتبهوا، مجموع الخطوات التي خطاها الزوار بتعبير أدق الذين مشوا غير الذين ركبوا بوسائل النقل، لا الذين مشوا، مجموع الخطوات التي خطاها زوار الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في أيام الأربعين هذه السنة كم؟ أكثر من 4,000,000,000,000,000 خطوة. يعني أكثر من 4,000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 ,
بالنسبة ليست صعبة، لا تحتاج إلى معادلات رياضية صعبة، أنت تتمكن أن تجلس احسب تقدير عدد المشاية، اضرب ذلك في المسافة التقديرية التي مشوها طبعا بالأمتار، اضرب ذلك في 2 كل متر خطوتان تقريبا، تخرج بنتيجة أكثر من 4 تريليونات خطوة. تعلم يعني ماذا 4 تريليونات خطوة؟ إذا جعلنا هذه الخطوات عند بعض، تتمكن أن تذهب بهذه المسافة من الأرض إلى القمر مرة واحدة؟ لا أكثر. تتمكن أن تذهب من الأرض إلى القمر مرتين؟ لا أكثر. تتمكن هذا العدد من الخطوات إن جعلت عند بعض المسافة، تتمكن أن تذهب وتملأ بهذا العدد بين الأرض إلى القمر 5000 مرة. يعني عندما أقول 4 تريليونات خطوة، العدد جدا كبير، الكلمة سهلة، 4 تريليونات أكثر طبعا، احسبوا، الحسبة ليست صعبة، المسافة بين الأرض والقمر معينة مبينة، أكثر من 5000 مرة من الأرض إلى القمر. تعلم لو أنك أرادت أن تحسب من 1 إلى 4 تريليونات بسرعة بلسانك، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، تعلم كم تحتاج من الوقت؟ تحتاج إلى أكثر من 800,000 عام متواصلة. أكثر من 800,000 عام لو أن شخصا بدأ
بسرعة بلسانه يحسب من واحد من دون أي خطأ، من دون نوم، من دون أكل، من دون أي شيء. يريد أن يحسب من واحد إلى 4 تريليونات، يحتاج إلى أكثر من 800,000 عام، يقال من زمن آدم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله 8,000 سنة، 100 ضعف هذا تحتاج من الزمن حتى تصل من واحد إلى 4 تريليونات. 4 تريليونات رقم جدا كبير. عدد خطوات مجموع، عدد خطوات زوار الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة، فترة زيارة 40 في 20 يوم، أكثر من 4,000 مليار، يعني 4 تريليونات خطوة. الله أكبر. حتى نفهم لماذا الحكومات تعادي الزيارة، خصوصا زيارة 40، لماذا الإعلام العالمي يكتم أخبار زيارة 40؟ زيارة 40 شيء مهول. أنا قبل أن أحسب ما كنت أتخيل هكذا عدد. لعلكم أيضا أنتم ما خطر ببالكم أن العدد يكون هكذا مضاعف، هكذا كبير. والحسبة ليست صعبة، أنت تتمكن أن تحسب. أكثر من نصف الزوار مشاية، هذا واضح، كل من ذهب إلى زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه في 40 يعرف ذلك، لعله ثلث العدد مشاية. وأحسب، خمن تقديري أو حسبة تقريبية، طبعا الحسبة أكثر من 4 تريليونات، هذا المقدار المؤكد بمقدار حسبتي. العدد مذهل أصلا، لا نفهم، البشر لا يفهم المليار. مليار عدد جدا كبير، فكيف ب1,000 مليار اللي هو تريليون؟ شيء غير قابل للفهم أصلا. هذا بالنسبة إلى الرقم، ولكن هناك شيئان آخران. أولا، ثواب هذه الخطوات، هذا الرقم. ثانيا، أثر هذا العدد، هذا الكم الهائل من الخطوات. طبعا نحن في العدد عقولنا تتوقف، فكيف الثواب؟ فكيف الأثر؟ ثواب هذه الخطوات بالحسبة التي نتمكن منها، كل خطوة حسب الرواية الشريفة 1,000 حسنة، اضرب 4 تريليونات في 1,000، يعني 4,000 تريليون حسنة. الرواية الشريفة، الروايات ليس فقط رواية واحدة، روايات شريفة معتبرة السند، وإن كان هذه الأمور لا تحتاج إلى بحث سندي، في الروايات الشريفة بكل خطوة حج، الآن قرأت لكم بعضها، كم خطوة؟ 4 تريليونات خطوة، كل خطوة حج وعمرة. الذين يذهبون في كل سنة إلى الحج كم نفر؟ 1,000,000 شخص، 3 ملايين. بمقدار ما أنا أتذكر في كل حياتي ما بلغ عدد الحجاج ولا سنة 4 ملايين، بمقدار ما أتذكر في هذه السنوات، لعله في بعض العصور السابقة كان يصل.
أنت أفرض 4 ملايين، يعني 4 ملايين حج، رقم جدا كبير. أربعة ملايين الذين ذهبوا للحج يفهمون ما أقول، هذا العدد الكبير. عندما الإنسان يمشي من عرفات إلى المشعر يدرك العدد. أنا ذهبت مشيا، موج من الحجاج، موج. هذا كله ما تراه العين وما لا تراه العين، 1,000,000 حاج، 3 ملايين حاج. أفرض 4 ملايين حاج، اجعل بدل كل حاج 1,000 حاج، يكون العدد 4 مليارات. اجعل بدل كل حاج 1,000,000 حاج، خذ الحاج اجعل بدل كل واحد 1,000,000 والثاني 1,000,000، أنت بدلك 1,000,000 حاج، الثاني بدله 1,000,000 حاج، يكون 4 تريليونات. كل البشر الذي يعيش على وجه الكرة الأرضية كم؟ 7 مليارات تقريبا، و700 مليون، أقل من 8 مليارات اليوم. يعني لو حج كل البشر في شرق الأرض وغربها تقريبا أقل من 8 مليارات، اضرب ذلك كل البشر، اضرب ذلك في 500، يكون الناتج 4 تريليونات. 4 تريليونات حج، هذا ثوابه. لا يمكن بالمقاييس العادية. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ذكروا هذا الثواب الضخم بالحج حتى ندرك بعض الشيء. هذا مذل، لا أقول للبشر، البشر خلص، البشر دون هذه الأعداد يقفل. طبعا الحاج ثوابه، يلزم أن يقرأ الإنسان ثواب الحاج في الروايات المتواترة حتى يدرك الحاج كم هو عظيم. كل حاج واحد ثوابه شيء خيالي، فكيف 4 تريليونات حج؟ كل حسنة في يوم القيامة الفاصل بينها وبين الحسنة الأخرى أكثر من بين الأرض إلى السماء، 4,000 تريليون حسنة، هذا ثوابه، هذا المقدار الذي نتمكن أن نقول لا أن ندرك هذا الثواب. أما الشيء الآخر الأثر، يا أخي خلال 20 يوم الملائكة تصعد إلى الله عز وجل 4,000 تريليون حسنة فقط من هذه البقعة الصغيرة من الأرض. ما الذي يحدث ذلك من الأثر العظيم؟ يا أخي حسنة واحدة، حسنة واحدة، عمل صالح واحد بحسنة واحدة له أثر في الشخص، له أثر في من حوله، الأعمال الصالحة تؤثر. فكيف أن الله عز وجل يصعد إليه خلال 20 يوم من هذه البقعة الصغيرة من الأرض هذا الكم الهائل من الحسنات؟ ما هو أثره؟ يصعد إلى الله عز وجل 4 تريليونات حج، كم أثر الحج العادي، هذا الحج الذي يكون سنوياً أيام ذي الحجة، كم أثره كبير في العالم كله، قصدي في العالم كله، يعني أثر إيجابي ببركة الحجاج، الله عز وجل يجعل أثراً كبيراً لكل البشر، لكل الأرض، لكل العالم. فكيف إذا أصعدت الملائكة إلى الله عز وجل 4 تريليونات حج مبرور متقبل خلال 20 يوم فقط؟
ما الذي يوجده هذا العمل؟ ممكن نتصور أصلا؟ يعني لو أن السنة من السنوات 10 أضعاف الحجاج يذهبون إلى الحج، في تلك السنة هناك تكون بركات لا تتخيل. كم من الناس الله عز وجل يعتقهم من النار، كم من الناس يعني من الآخرين، لا أقصد من العاملين أنفسهم. عملك الصالح أثره لا يقتصر عليك فقط، عملك الصالح أثره ينتقل إلى إخوانك، ينتقل إلى نسلك، لعله ينتقل إلى 50 نسلك، ينتقل إلى أهل بلدك، ينتقل إلى أهل العالم. عمل صالح له امتدادات بمقداره بحجمه. 4 تريليونات حج ماذا يصنع؟ كم من الناس يعتقون، لا أقول الزوار أنفسهم، لا، كم من الناس من الآخرين الله عز وجل يعتقهم ببركة هذا العمل، يعتقهم من النار. كم من الرحمات يرسلها الله سبحانه وتعالى، كم من البلايا يدفعها الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الخطوات. أردنا أن نخرج من الأرقام، أيضا دخلنا في الأرقام، يعني غير الأرقام لا نتمكن أن نقول شيء، سيظهر في يوم من الأيام هذا الأثر الكبير، لعلنا في يوم القيامة في الدنيا غير ممكن أصلا ندرك. الآن انظر إلى من حولك، بعض هؤلاء في هذا المجمع ذهبوا في هذه السنة إلى زيارة الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه في 40، تعرفهم، فلان أعرفه ذهب إلى الزيارة، فلان أعرفه ذهب إلى الزيارة، أعرفه. في يوم القيامة بدون أن تعرف أي زائر، بمجرد أن ترفع رأسك في المحشر ستعرف من هو الزائر. كيف؟ بدون أن تعرفه تعرف هذا زائر من أين؟ لأنه يختم على وجه الزائر من نور عرش الله، هذا الختم مكتوب فيه هذا زائر خير الشهداء وابن خير الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا النور يرى من بعيد، لا، عبارة الرواية الشريفة ليس فقط يرى من بعيد، ليس نورا قويا عاديا، عبارة الرواية الشريفة نور تغشى منه الأبصار يدل عليهم ويعرفهم بها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تغشى منه الأبصار، نور مثل نور الشمس، يعني من أي مكان في المحشر تنظر تعرف هذا، هنا شمس، هنا شمس، هنا شمس، هذا 20 مليون شمس فقط لهذه الأيام القلال زيارة في الزيارة أو أكثر. ثم الإنسان يفتخر، الذي لم يوفق للزيارة يفتخر بأنه ابنه ذهب إلى الزيارة، أخوه ذهب إلى الزيارة، يفتخر الإنسان بمن حوله. بالفعل هذا شيء وارد في الرواية الشريفة، الزائر يكتب اسمه، تكتب أسماء آبائه، كلهم يفتخرون به. بالإضافة إلى ذلك يكتب اسم بلده، يعني في يوم القيامة البلد، بلدك يفتخر بك،
كلما كان عدد الزوار من بلد أكثر البلد في يوم القيامة يفتخر. إخواني في الحسابات المادية الاقتصادية البلد ثرواته ما هي؟ هناك ثروات، وعلى إثر هذه الثروات بسبب وجود هذه الثروات هناك ميزات لكل بلد. مثلا أقول كل طن من الذهب في بلد نقطة اقتصادية. على أثر هذه النقطة الاقتصادية له حق أن يطبع مقدار معين من العملات، له حق أن يحصل على قروض بمقدار معين، هذا البلد له حق أن يحصل على تسهيلات بمقدار هذا الشيء. هذه ثروات، هذه ثروات البلاد في العالم التافه، لا أقول الثروات التافهة في العالم التافه. في يوم القيامة هناك ثروات، البلاد تفتخر بثرواتها، تحصل على آثار بثرواتها. إحدى تلك الثروات العظيمة في يوم القيامة عدد الزوار من كل بلد. كم هو عدد الزوار من هذا البلد؟ البلد هذا في يوم القيامة يفتخر، يحصل على ميزات لا أعلم، حساب القيامة حساب غريب. ثروات البلد ما هي؟ الذهب هناك، ما هي قيمة الذهب؟ جاء لي بملايين الأطنان، لا مليارات الأطنان من الذهب، لا شيء أصلا. في الدنيا لا قيمة لهذه الأشياء، في زمن الظهور لا قيمة لهذه الأشياء، لأنها تافهة. ولكن هذا البلد خرج منه كذا عدد من الزوار إلى زيارة سيد الشهداء. هذا قيمة حقيقية، هذه ثروة حقيقية في يوم القيامة. هذه كلها جوانب قليلة من شيء عظيم عظيم. اسمه زيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، اسمها زيارة الأربعين. الأعداء يمنعون يؤذون، هكذا أعداد بشرية، هكذا أعداد غير ممكن أن تتخيل مثلها عشرها، هكذا عدد من الخطوات يأتيني بعشرها في حادث آخر، عشرها لا أقول هذا العدد. حق وباطل. أختم كلامي بحديث شريف قصير عن الإمام، قصير في كلماته، عظيم من الكلمات القصار للمولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة. يقول صلوات الله عليه: إن الحق، جدا جميل الحديث الشريف، إن الحق ثقيل مريء، وإن الباطل خفيف وبيء. مريء يعني ماذا؟ سمعتم يقال هنيئا مريئا، مريء يعني تقريبا هنيء. وبيء يعني ماذا؟ وبيء من الوباء، مركز الوباء. الإمام صلوات الله عليه يقول صحيح الحق ثقيل، صعب، تؤذى، تساب، الإعلام العالمي يتناسى كل جهدك في مقابل توافه لا ينساها، أذية موجودة. كم من الأذية؟ هؤلاء الذين ذهبوا إلى الزيارة، هؤلاء الذين حرموا من الزيارة، كم أوذوا؟ هذا كله ثقيل، ولكنه مريء. اسأل الزوار كم من التعب تحملوها؟
ولكن كان مريئا. نعم مريء سهل هنيء. الحق ثقيل لكنه مريء. الباطل خفيف، قوة عندك تظلم، قوة عضلات عندك، قوة قرارات عندك، قوة إعلام عندك، أي شيء تظلم خفيف، ولكنه مركز وباء. الوباء ليس دلتا، الوباء هذا، هذا وباء. إن الحق ثقيل مريء، وإن الباطل خفيف وبيء. الحق هكذا، الحق مريء، الصعوبة صعوبة ولكنها مريئة. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا حق، سيد الشهداء حق، زيارة سيد الشهداء حق، يصعد انزل حاول حق. والحق مريء. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هؤلاء الزوار المباركين الطيبين المؤمنين. علامات المؤمن خمس، إحداها زيارة الأربعين، هؤلاء مؤمنون. ببركة هؤلاء الزوار، ببركة جهودهم، ببركة زياراتهم، ببركة أعمالهم، ببركة أدعيتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة مولاهم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أن يعجل في فرج مولانا وسيدنا مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأن يرزق المؤمنين والمؤمنات زيارة الإمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في هذا العام وفي كل عام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.